اسمي نسرين أحمد موسى من قامشلي. حسب ما عم شوف انه العالم الشعب كله نايم وعم بيقول انه ما في داعش، بس الخلايا داعش بكل منطقة، لازم نحن كمان كشعب نساعد جهات أمن الأمن ونكون إيد واحدة، حسب نشوف شغلات مو منيحة بس شغلات تستهدف للانفجارات لازم نخبرهم. هذا في عنا عدو هو عدو الدولة التركية، وكلها معروف العدو التركي هي اللي عم هي اللي بتقوين وهي بتنظم وهي اللي خربت الدولة السورية بهالتنظيم هذا، فيجب القضاء عليهم. وكثرة انت كلها بيعرف على حسب الإعلان انه مشان المنطقة الآمنة او مشان اي شيء ثاني، فقاموا بتغزية مرة ثانية وهن فعلا يجب القضاء عليهم. اللي يفكر انه خلايا داعش انتهت وراحت غلطان، خلايا داعش موجودة حاليا بكل المدن، مو بس بالمناطق اللي تحررت بالفترة الأخيرة، لا بكل المكانات، والأعداد كبيرة، بس يعني هي بشكل خلايا نايمة. طبعا لازم كل مواطن يتعاون، وأي شيء بيشوفه ما يكون ضابط لازم يبلغ عنه حصرا، كسيارة كمطور كشخص كأي شيء لازم من نفسه يعني يعتبر نفسه هو جهة أمنية موجودة كل مواطن.